السلام عليكم أعزائي الطلاب، أتمنى لكم الصحة والعافية. كتاب اللغة العربية للصف السادس الأساسي، الدراسة الكردية. يتكون الكتاب من جزئان، جزء الأول وجزء الثاني، وثلاثة وحدات. الوحدة الأولى المواضيع التي فيها: موضوع الأول صديقي، زيارة صلاح لنتعايش معا، تنوع الأديان والقوميات في كردستان، لعبة كرة السلة، حكاية الصديقين. الوحدة الثانية أغنية أم خالد، والأوامر احترام الصغار للكبار، اتفاقية حقوق الطفل، بلدان وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، سمير. الوحدة الثالثة العمال مهنة المستقبل، العامل وحقه في الاحترام، الحداد عمال وحرفيون عاقبة الإهمال. الموضوع الأول من الوحدة الأولى صديقي، أقرأها لكم وأشرحها: صديقي صديقي وأوفى رفيقي، سنا في طريقي لبر الأمان، عظيم الوفاء كثير العطاء ورمز الصفاء، ودفء الحنان وعوني وزادي، لطرد الأعادي ونصر البلاد، لدرب الجنان. صديقي صديقي وأوفى رفيقي، سنا في طريقي لبر الأمان. ميسون قصص. يتحدث الموضوع عن الصديق وعن وفاء الصديق، وأن الصديق ينور له الطريق، وهو كثير العطاء ورمز الصفاء، ولكن علينا أن نختار الصديق الأفضل، لأن الصديق يتأثر على الصديق في الحياة. أو بابا تباز لهاوريتي دكا وباز لأمكداري هاوريتي وفاداري هاوريتي أروها باز لبخشندي سوزو لسرخستني لهم ريقا كاني وسرخستني ولاتو بال بشتي كبويكا وكو سندو بال بشتا بوي ولات سربخان. ما بس لي رجلي درب الجناني، الجنان اسم جمع للجنة. نعم، وانتهيت من الموضوع الأول، وانتقل إلى حل التمارين. التمرين الأول: اربط عبارة العمود الأولي بما يناسبها من عبارات العمود الثانية لتحصل على أنشودة صديقي. ستوني يكم با ستوني دوام دقيني بوي هون راوي صديقي من دس بكوي. صديقي صديقي وأوفى رفيقي، سنا في طريقي لبر الأماني، عظيم الوفاء كثير العطاء ورمز الصفاء ودفء الحنان، وعوني وزادي لترد الأعادي ونصر البلاد لدرب الجنان. انتهيت من حل التمرين الأول، أنتقل إلى التمرين الثاني. ابحث في أنشودة صديقي عن مرادف للكلمات الآتية: المساعدة العون، إبعاد طرد، الطريق الدرب، الطعام الزاد، الفوز النصر. دليلنا هون راوكي بقريبة دواي أو شاني كهومانا نلقل أو شانا كدايتي. مساعدة العون بمعنى يرمتي دي إبعاد درخصتنا ودر كردن، طريق الدرب بمعنى ريغادي، الطعام الزاد بمعنى خوراك دي، الفوز النصر بمعنى سركوتن دي. التمرين الثالث: صل كل كلمة بضدها ثم اكتبها متبعا المثال. هنا محلول في الكتاب: الصفاء الكدر، الوفاء الخيانة، الأمان الخطر، الصديق العدو، الحنان القسوة. لنا كتاب دا نمونج حال كرديا دري بدوي اوانا دا بقريب
دجي أو شانا كدايتي. الصفاء بخوشي الكدر يعني بخوشة، الوفاء أمك، الخيانة بأمكي، الأمان أسايج الخطر ترسنار، الصديق هاوري، العدو دجمن، الحنان سوز، القسوة رقوقينا. هنا محلول الصفاء ضد الكدر وقمنا بحله. التمرين الرابع سل متبعا المثال. عطى عطاء، صفا صفاء، وفى وفاء، حن حنانا، أمن أمان. نعم، وانتهينا من تمرين التمارين التي في هذا الموضوع. نعم، الموضوع الثاني من الوحدة الأولى زيارة صلاح. ما بالك يا صلاح تبدو قلقا؟ نعم يا أمي، زيارة أصحابي تقلقني. ما الذي يقلقك؟ لقد حضرت لكم أطيب الحلوى وألذ الشراب. أخشى ألا يسعدوا بزيارتي، غريب، لماذا؟ ماذا لو قالوا إن لدي لعبا قليلة، أو قالوا إن غرفتي صغيرة؟ لا داعي للقلق يا صلاح الصديق الحقيقي، لا يهتم بمثل هذه الأمور. لو بابتان باز سرداني كردن دكا كهوري كاني صلاح دهاتن بولاي صلاح دايشي دبرسيد علي صلاح تي تبوا بروج دياري أويش صلاحيش دلي بلي دايكا سرداني كردي هاوري كانم بولاي من وان بيدكا توشي دلاراو چي بميان بروش من دايكا كاش دلي بوتي بروشي بتامترين شيرني وشربتن بو حازر كردون. صلاح دلي دترسم بسرداني كردي نيان بولاي من دلخوش نبن دايكشي بسر سرمانه ودلي سيرة بوتي صلاح اگر وتيان كوا ياريا كانت كمويان جورة كتبتوكا دايت شي صلاح بوي گرنجي بوشتانا نادا هاوري راستقينا پيويز باد لراوشي ناكاتن سوكا برادري راستقينا بوي بوشتانا. الصفحة التالية جرس الباب يرن، هيا نستقبل الضيوف. حسنا أمي، يا أمي أنا قادم. أهلا أهلا بأصدقائي صلاح، تفضل. أنا وليد، أنا كمال، أنا خالد، وأنا مسعود، أنتظركم منذ الصباح. دايك كدلي زنجي درجع ليددا بابروين بيشوازي لميوانا كان كين صلاح دلي وهاتم دايكا دايكي بيجوازي لا هاوري كاني صلاح دكا فرمون بخير بين هل يقلو انا اخوة عندنا سين. انا وليد من وليدم او اشيان من كمالم او اتريان من خالدم او اتريشان ومنيش مسعود مسعودم صلاح يجدلي لبياني وتساوريتان دكم. خالد يقول ما أطيب هذا الحلوى، ما أطيب هذه الحلوى، عفوا ما أطيب هذه الحلوى، وما ألذ هذا الشراب، هنيئا مريئا لكم، أنا سعيد جدا بزيارتك. خالد دليل أو شيرنية بتاما ومسعود جلي أي أو شربتش دور بتاما. صلاح جدلي نوشي جيان تامي زور خوش بمباتنتان. البارحة تسلينا كثيرا عندك يا صلاح، أهلك لطفاء جدا، تناولنا حلوى لذيذة، شعرنا أننا في بيتنا وشعرتم أنكم إخوتي، أهلا وسهلا بكم في أي وقت. هروا كاتك بيجوازيان لدكاتن وليد جدلي دويني زور بخوشي بالمعنى السر. خالد جدلي
خانواده كتزور نرمون يابون مسعود دلي شيرني زور بتامان خوارد كمال هست ما كركوا لمال خماني صلاحيش دليتن وهستم كري ايوا براي منن حركات تشيدين بولاما بخير. وهذه الشخصيات الموجودة في هذا الكتاب. التمرين السابع لموضوع زيارة صلاحين، اكتب أسماء الشخصيات التي تشارك في حوار زيارة صلاحين تحت الرسوم المناسبة. ناوي أو كسايت يعني دنسين كوا سردانيا كربو مالي صلاحي لجير وينكان. الصورة الأولى نهى، الثانية صلاح، الثالثة نور، الرابعة وليد وكمال ويسرى وخالد ومسعود. التمرين الثامن، أجب عن الأسئلة الآتية: بما شعر صلاح قبل زيارة أصدقائي له؟ هستي بتذكر صلاح بيش أوي بيت ميوانا كاني بيتن يعني هاوري كاني بين بو لاي. شعر صلاح بالقلق، ماذا حضرت الأم لأصدقاء صلاح؟ دايك كتسي حازر كربوها وريكاني صلاح حضرت أطيب الحلوى وألت الشرف. خوشترين وبتامترين شيرني شربتي بو حازر كربون. ما الذي يقلق صلاحا سوى كرك صلاح بروجبي؟ لأن غرفته صغيرة ولديه لعبا قليلة. لبر أويك كواجورة كي بتسوبو وياريكاني شكم بو حسين. هستی با لراو چی دا کرد؟ نوکو هاوری کانی برین جورو کد بچوکو یاری کاند کما. بما شعر صلاح بعد زیارة اصدقائه له شعر بالسعادتی. هستی با تکر صلاح دوائی اوی که هاوری کانی سردانی یعن کرد. هستی با خوش. التمرین التاسع، اكتب اسم قائلی كل جملة من الجمل الآتية في حوار زيارة صلاح. هل يقلونا وانا ابن السكة لا سرداني كردني هاوري كاني بولاي صلاح كفتقويان كردية. لا داعي للقلق يا صلاح أم صلاح، ماذا لو قالوا إن غرفتي صغيرة؟ صلاح، ما أطيب هذه الحلوى؟ خالد، البارحة تسلينا كثيرا عندك يا صلاح. وليد، شعرنا أننا في بيتنا كمال، تناولنا حلوى لذيذة. حلوى لذيذة. مسعود. تمرين العاشر، استخرج من حوار زيارة صلاح جملة استفهامية واكتبها. لناو قفتقوي زيارة صلاحي أو رستانا دردينين كوا برسن رستي برسيارين. ما بالك يا صلاح تبدو قلقا؟ التمرين الحادي على العاشر، استخرج من حوار زيارة صلاح جملة تعجبية واكتبها. أوزار أورستي دردين كواسر سرمانا. وما ألذ هذا العصير. التمرين الثاني عشر، ضع علامة الاستفهام أو علامة التعجب أو النقطة حيث يجب في الجمل الآتية: جرس الباب يرن نقطة لأن الجملة انتهى. ما بالك يا صلاح تبدو قلقا؟ نضع علامة الاستفهام لأن ما الاستفهامية: حضرت لكم أطيب الحلوى نقطة. ما ألذ هذا العصير علامة التعجب. وشرحتها لكم من قبل بأن ما ألذ على وزن ما أفعل وزن قياسي للتعجب. في الأخير، كيف استقبل صلاح أصدقاءه؟ علامة الاستفهام لأن لدينا كيف تدل على الاستفهامية. أو أنا أشهر يك ببيخوان يعني نقطة دادني يعني أقر فاريزة تبو يعني نشاني سر سلمان نشاني برسيار هل يك ببي رستكي معنى رستكي دايدني. نعم. السؤال، التمرين الثالث عشر، أكمل متبعا المثال. لدينا هذه حلوى طيبة جدا، ما أطيب هذه الحلوى؟
نصب منه الجملة التعجبية: هذا العصير لذيذ جدا، ما ألذ هذا العصير، أهل صلاح لطفاء جدا، ما ألطف أهل صلاح، تصرف صلاح غريب جدا، ما أغرب تصرف صلاح، كمال سعيد جدا، ما أسعد كمال. ونضع في نهاية كل الجمل علامة التعجب. والتمرين 14: أكمل متبعا المثال. لا داعي هنا ما بين القوسين القلق للقلق يا صلاح. يا صلاح هنا محلول أو حل كريا لنا وكتابي بخوي راهنا أنا. تمرين ساردة يكمين يعني حل كريا أواني تريش وكوي حلكين. وهنا لا داعي الخوف للخوف، دخل على الخوف لام حرف الجر، لذلك الاسم تكون مجرورة. نعم، لا داعي للخوف يا مسعود، لا داعي للخجل يا كمال، لا داعي للحزن يا وليد، لا داعي للغضب يا صلاح. الموضوع الثالث من الوحدة الأولى: لنتعايش معا. كما ترون أمامكم بأن رجل معوق جالس على الكرسي. نعم، لصاحب الإعاقة الحق في التنقل بسهولة. الصورة الثانية: ترون أمامكم أشخاص وملابسهم يختلف عن البعض. لكل شخص الحق في التعبير بلغته الخاصة، يتحدثان مع بعض ولكن كل واحد حر أن يتحدث بلغته. لو دويني دبين باس لتسدك فيك وجي عندك دويني يكم باس لو يدك كوا أقرتي كم أندامي شابلام أميش ما في خوتي وكو هر مروفيشي أساي كهاتو توب كاتن و وينيد ومينيان اوي كوا هر كسا ما في خويتي با شي وزاري خوي قفتقو بكاتل. وفي الصورة الثالثة هناك مسجد وكليسة مكان العبادات، لكل شخص الحق في ممارسة شعائره الدينية بحرية. هم مروفيك ما في خويتي كوا أين خوي بأزادي بيروكا. الناس متساوون مهما كان لون بشرتهم. كما ترون أمامكم أشخاص يختلف لونهم عن البعض. لبيشتان ديارة كواوينكا أو مروفانا وكساتيانا رنجي بيستيان ديارة بلام خلق يكسانا أقرتي رنجي بيستيشي ديابيت. الصورة الخامسة: لا فرق بين غني وفقير في الحقوق والواجبات. تغي هيت دياوازيك نيلا نيوان هجاريك ودولة منديك لروي أركو ما فكانوا. الصورة السادسة: ترون أمامكم طبيب ومعلم ورسام ورجل إطفائي. الناس متساوون مهما كانت مهنهم. خلطي همو يكسانا أقرتي بشكانيشيا لأكتري ديابيت. وانتهيت من قراءة الموضوع الثالث. والتمرين السادس عشر يتعلق بموضوع لنتعايش معا. ضع علامة صح أمام التصرف اللائق وعلامة خطأ أمام التصرف غير اللائق. يعني راس دبرامبر أو هل سكوت الشيوان دادنين وتوتيش برامبر أو هل سكوتان دادنين كان الشيوان. أعبر بلغتي الخاصة صح. قلنا لكل شخص الحق أن يعبر بلغته الخاصة. يكمين يا راس تلبرو يدري من با شي وزاري خم قفتقو دكام تعبير دكام أو شان راس أخاصم صديقي لأن دينه مختلف عن ديني. ثانيا أخاصم صديقي
قابلاتي برادر كم دكم هاوري كم دكم لبروي ديني ويدي اوازا لأيني من توتا أصغر من صديقي لأن لون بشرتي مختلف عن لون بشرتي كبري يعني الرقم لي دبتو يعني هل سكوتي لقرنا كم لبروي رنجي بيستي لقر رنجي بيستي من زيايا. وهنا الرابع أمارس شعائر دينية بحرية في أين خون بيرودا كم بأزادي صح أمنع زميلي من التعبير بلغة مختلفة عن لغتي يعني ريغري لها وري كم دا كم كوا بشي وزاري خوي قصبك تكاشي وزاري وي لقلي من زيايا وشيان خطأ وهنا خطر أتنقل في السوق رغم إعاقتي تري أقرتي كمان دامشن بس شويني قوم دقوازمو يعني لشويني قدس ما شويني شيتر أو أشياء صح أحترم النادي الذي يخدمني في المطعم ريز لو نادي أو غارسون للريستوران تكان يعني لتشتغان كان ريز يعني دقرم لو كارمن داني اوانيك خزمة دكا صح وفي الاخير خطأ اجبر صديقي على ممارسة شعائر الدينية التي امارسه دري زوري لها وريكم دكم كوا ايني من بيرو بكاتن التمرين السابع عشر رقم بتسلسل كل مجموعة لتحصل على جملة مفيدة ثم اكتبها نقوم بترقيم هذه الكلمات مبعثرة ونكتبها دري أول شانا جماري على بوداني دو ريق يعني ريق بخو دوايش بيانوسا الأولى الناس الثانية متساوونة الثالثة مهما الرابعة كان الخامسة لون السادسة بشرتي وكتبت هنا الناس متساوون مهما كان لون بشرتهم الثانية لكل الأولى شخص الحق في ممارسة شعائره الدينية بحرية الأولى لكل الثانية شخص وكانت الكلمات مبعثرة ولكن قمنا بترتيبه وحصلنا على جملة أما التمرين الثامن عشر أعزائي الطلاب أكمل متبعا المثال يعني وكوها وشيوي ويبنسا الأولى له الحق في التنقل بسهولة يحق له أن يتنقل بسهولة له الحق في التعبير يحق له أن يتعبر له الحق في ممارسة شعائره الدينية يحق له أن يمارس شعائره الدينية له الحق في اختيار المهنة التي يريدها يحق له أن يختار المهنة التي يريدها وشرحتها لكم من قبل الموضوع الرابع تنوع الأديان والقوميات في كردستان يعني زورا وزوراتي أين كانوا هروها أو لتواني كلا كردستان دجين بيغمان هموتان دزان كوالا كردستان عرب تيدا دجية كردا كلدا تركمانا وآينا كانش زيانة ليكتر لأن كردستان لأن أهل كردستان متسامح مع البعض ومع الآخرين وكرماء نعم في الصورة الأولى كما ترون أمامكم مسجد وكليسة كردستان نموذج للسلام والوئام بين القوميات والديانات وبسيلة لدي كردستان نموني بيك وجيان تبعية لنيوان أين كان زا أين كان ديانة ونتوكانش ديانة وترون في الصورة الثانية أشخاص مختلفون المرأة والرجال وملابسهم يتغير عن البعض
تعيش في كردستان إلى جانب الأغلبية الكردية قوميات مختلفة مثل التركماني والكلداني والسرياني والآشوريين والأرمني والعرب. دليل بال أوي كزوريني خلط دانشتواني خلط كردستان كردن بلام نتويتري نتويديا لقاليان دادجي وكو تركمانو كلدانو سريانا آشورينا أرمنن. نعم، الصورة الثالثة، الديانات المنتشرة في كردستان هي الإسلام والمسيحية والإيزيدية والكاكائية أو أيناني بربلاون لكردستان وكو مسيحي وإيزيدي وكاكائينا. شعب كردستان، الصورة الأخيرة أو الرابعة، شعب كردستان متسامح مع الأديان والقوميات. خلج كردستان لي بردية لقال أين أواني أين يا مبستيلي أواني أين شيان زيايا ونتوي زياشن. التمرين التاسع عشر، املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. الوئام حقوقها متسامح قوميات مختلفة للسلام. لدينا كلمات نضعها داخل الفراغات أو شاني دايتي دلي أو شي قنزا وبخنا وشايكا. كردستان نموذج للسلام والوئام بين القوميات والديانة. يعيش في كردستان إلى جانب الأغلبية الكردية قوميات مختلفة. شعب كردستان متسامح مع الأديان والقوميات وشرحتها لكم في الموضوع. تمرين العشرون، اكتب الاسم المناسب تحت الصورة. الديانات المنتشرة في كردستان هي، ولكن نكتب اسم الدين وليس المكان. الإسلام، المسيحية، الإيزيدية. كما ترون أمامكم الجامع أو المسجد، والصورة الثانية الكليسة، والصورة الثالثة لالشت، كلها أماكن للعبادات. الأديان التالية. التمرين الحادي والعشرون، اختر الاسم المناسب لكل صورة واكتبه تحتها. يعيش في كردستان قوميات مختلفة منها التركمان، الكرد، الآشوريون، العرب. ترون الصورة الأولى أمامكم، شخصان لابسان زي العرب ويدل أنه من العربي، والثانية الآشوريين، والثالثة الكرد، والرابعة التركمان. والتمرين الثاني والعشرون، أكمل متبعا المثال. زي من الآشوريين هو آشوري، شاب من الكلدان هو كلداني، نيشان من الأرمني هي أرمنية، توان من الكرد هو كردي، آمر من العرب هو عربي. وانتهينا من حل التمارين بالنسبة لهذا الموضوع.